that I face. Stronger than the power of the grave. Constant through the trial and the change. One thing remains. One thing remains. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. And on and on and on and on it goes. For it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. Cause one thing remains. One thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. هاي لكل أصدقاء يلا نغني سوا، يلا انضموا لنا هلا بحلقة جديدة وبأحد جديد. كتير 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 مشتقت لكم، واكيد بول مشتاق لكم كمان. سافا بول، مثل الحال بدي ارحب فيكم كلكم يا اصحابي وين ما كنتوا عم تحضرونا بكل البلدان. ناطرة اليوم اتصالاتكم بكثافة، تخبروني عنكم عن هيدي الجمعة كيف كانت، وتشاركوا أكيد معنا بالموضوع اللي رح نحكي اليوم. واليوم موضوعنا رائع وكتير مهم وأساس لحياتنا بالإيمان، وهو الصلاة. هذا موضوع أنا بقول كتير كتير منحبه، فإذا بشجعكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم تشوفوه قدامكم. إذا بتحبوا أكيد تبعتوا لنا SMS كمان، فيكم تشاركونا على الرقم الخاص بالSMSات. بدي اذكركم يا اصحابي انه صار في بيج جديده او صفحه جديده ليلا نغني سوا على فيسبوك، وفيكم تفوتوا عليها تكتبوا يلا نغني سوا مثل الجروب القديم، جروب جديد وهي صفحه خاصه بالبرنامج. بدي اذكركم انه كل شخص بده يصير يبعث لنا صوره على هيدي الصفحه لازم يبعث الصوره على الانبوكس، يعني كان عم يبعث رساله خاصه بهيدي الصفحه. برجع بعلمكم بعدين مزبوط كيف فيكم تبعتوا هيدي الصوره، واكيد انا بفرح كثير شوف كل صوركم. بول باول الحلقه بدنا نغني هابي بيرثدي خاصه جدا لصديقنا وهو مينا بشاي زكريا. فهلا مينا عم يحضرنا، وانا كثير مبسوطه يا مينا انه نكون انا وبول عم نحتفل بعيد ميلادك معك نحن وكل العائله وكل الاشخاص اللي بحبوك، تتعرف قد ايه نحن بنحبك، واكيد يسوع يا مينا بحبك اكثر 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 شيء، وهو بده يعطيك حياه كثير حلوه. بنغني له سنة حلوة مع يسوع، سنة حلوة مع يسوع، سنة حلوة يا مينا، سنة حلوة مع يسوع. هابي بيرثدي لإلك يا مينا يا حلو، وإن شاء الله هلا تقضي وقت كتير حلو أنت والعيلة. وهلا يا أصحابي خلينا نبلش نحكي شوي بموضوعنا قبل ما نحضر أول كليب معنا لليوم. بول انت شو بالنسبة لك الصلاة؟ خبرني. انا بقيس الصلاة هي شيء كثير، الصلاة هي المشي نقعد مع بينا اللي بالسما، نحن على الارض ونحكي معه، نعمل مثل تشات بينا وبينهم، يخبروا عن كل شيء عنا ونشارك حديث معه. يعني مثل ما انا وياك بنحكي اوقات، بتخبرني انت شو مرقت بالجامعة، يمكن مرقت بنهار صعب، حدا اذاك، بتكون عم تخبرني وعم تفسر لي خلقك، او بتكون عم تشكرني مثلا على شيء انا اعطيتك اياه او عملته معك، او يمكن بتطلب مني وبتنطر مني اعطيك ادفايس او نصيحه بالمقابل، او انصحك اقول لك برافو بول. نفس الشيء مثل ما انا وبول بنحكي، مثل ما انتم يا اصحابي بتحكوا مع بيكم او مع امكم او مع حدا كثير بتحبوه، هيدا هي الصلاه بكل بساطه، هي التواصل مع الرب مع بينا يلي بالسما، بنخبره كل شيء عنا وبنشكره وبنطلب منه، وبالمقابل هيدا بارت او هيدا جزء كثير مهم من الصلاه اوقات نحن بننسى نعمله، هو انه نكون هيك بهدوء
ونسمع الرب يسوع شو بده يقلنا بالمقابل. رح نكون عم نحكي عن هيدا الموضوع يا أصحابي بحلقتنا لليوم. وهلأ خلينا نروح مع أول كليب معنا بهيدي الحلقة، ما تروحوا لمحل. هيدي الترنيمة الحلوة اللي هلا سمعناها بتقول يا سامع الصلاة، نحن ما عم نحكي مع إله كبير ما بيسمعنا، بالعكس إلهنا ديني عشرة عشرة دايما على كل كلمة نحن بنقولها، وحتى لما ما بنحكي هو بيعرف نحن شو بدنا، بيعرف أفكارنا، بيعرف دقات قلبنا، بيعرف كل شيء نحن بنخاف منه وبيزعجنا. بيقول إنه قبل ما تدعوني أنا أجيب. تخيلوا هيدا الآية شو حلو، إنه قبل حتى ما نقله للرب نحن شو بدنا منه أو شو عم يزعجنا هو بيكون عارف. كتير كتير حلو. بدنا نشدد اليوم يا أصحابي قديش مهم الصلاة، بدنا تكون أولوية بحياتنا. عنا أول اتصال. ألو ألو ليا 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 يوهو، وينك يا ليا؟ ليا عم تسمعينا؟ قول أنت ألو، بلكي سمعتك. أكيد رح تسمع. ألو ليا، هاي ما سمعتك. ألو ليا وينك؟ ما حتى هيداك همارو. ليا ما عم بسمعك يا حبيبتي. ما همارو. شو بدنا نعمل بليا؟ طيب ليا لكن الاتصال منه واضح، فيك اذا بدك ترجع تتصلي فينا اكيد بنكون كثير مبسوطين تنرجع نسمع صوتك الحلو انت وخيك جيسون. اوكي لكن خلينا نرجع نحكي شوي عن الصلاة يا اصحابي. كيف بدنا نصلي؟ بول خبرنا انت كيف بتصلي. انا كيف بصلي؟ انا بصلي حسب اوقات بكون ماشي على الطريق وبصير صلي مع يسوع. احس حالي انه هو حتى مش اوقات وقت نحس دائما لازم نصلي، اوقات حتى يمكن بنكون مش حاسين او بدنا نصلي، بس دائما الرب انه لازم نحكي معه، لانه اصلا تخيل هو ناطرنا، بيكون تخيل قد ايه التواضع تبعه حتى ينطرنا نجي، قد ايه بحبنا نجي نحكي معه، فليه نحن ما بدنا نجي نلبي هالدعوه نجي نحكي معه؟ مزبوط. مثل يا بول اذا مثلا انت عندك صديق كثير 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 بتحبه، اوكي؟ بتاخذوا موعد انت وياه تلتقوا مثلا تشربوا كافي او شوكولا شو، يامي بحب كثير شوكولا شو، انت وياه معقول تقفل هيدا الموعد؟ يمكن بتلغي ما بعرف تلغي درسك تتروح وتشوفه لصديقك وتقعد معه وتحكوا، ما هيك؟ شو كنت عم تقول؟ في جاله ثانيه انه كمان وقت نصلي ليسوع، يعني مثل ما قلت موعد مع رفيقنا، في يكون معقوله واحد يشوف رفيقه اللي هو يعني اعز صديق عنده وبيقعد حده، مثلا يمكن قاعد حده ماشي بالبنايه او جاره بالبنايه، معقوله بس مره واحده بالجمعه يشوفه؟ انا ما بصدق وقتها حدا اذا عن جد بيحب حدا وبيشوفه بس مره واحده بالجمعه انه يعني بيكون عنده قادر بكرس، نحن بكل سهوله بنحكي بنفتح تمنا بنحكي مع الرب. فحلو كل يوم نقدر نكون عم نشارك هالشيء ونصلي مع يسوع. نصلي ليسوع نحكي 100%. وبتعرف يا بول في ايه بالكتاب المقدس كثير بحبها شو بتقول؟ بتقول الرب قالنا انه ندخل على مخدعنا، المخدع هو الغرفه، اوكي؟ نسكر الباب ورانا ونصلي له. بتقول انه هو يلي بالخفاء يجازينا على علنية، يعني لما نحن نعمل هالشيء لوحدنا باوضتنا، نسكر الباب، نقضي وقت هيك انتيم بنسميه، وقت حميم مع الرب بلا ما حدا يكون عم يزعجنا. في اوقات يمكن بيكون معنا سيلولار او تليفون بايدنا بنصير نلتهي فيه، لا بدنا نحطه على جنب، بدنا نطفي يمكن التي في، كل شيء بيزعجنا وبيلهينا نخليه بعيد عنا، ونكون هيدا الوقت مركزين بس انا والرب عم بحكي معه، ما في شيء عم يلهيني، وعم خبره كل شيء بقلبي، وعم بقضي وقت حلو انا وياه. هيدا هو الوقت الكواليتي تايم بنسميه، الوقت المهم اللي بيطلبه الرب يسوع منا، ولان بيقربنا كثير منه يا اصحابي وبقوي لنا علاقتنا معه. يلا بنقول الو 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 الو
الو الو الو هاي الو هاي مارغريتا الو كيفك يا حبيبي مارغريتا منيحه هاي كيفك علي صوتك يا مارغريتا لان ما عم نسمعك منيح منيحه مارغريتا مارغريتا شو بدك تطلبي من الرب يسوع شيء كثير كثير على قلبك وبتحبيه تطلبي منه شو يا مارغريتا بطلب منه انه ينجحني بالمدرسه ينجحك بالمدرسه لكن مارغريتا بدها تطلب من الرب انه ينجحها بالمدرسه وهو اكيد يا مارغريتا بيسمع لك صلاتك بس اهم شيء تكوني عم تدرسي كمان بالمقابل وتكوني شطوره ومجتهده مزبوط مارغريتا حبيبي بدك هلا نلعب او بدك ترنينا بدك ترنينا ترنيمه قبل او بدك دغري تلعبي نعم بدك ترنينا او تلعبي دغري بدي رتم تلتيني بعدين العب برافو بدي اقول لك تسمعينا من التليفون مش من التي في يا مارغريتا يلا تفضلي يلا تفضلي يا مارغريتا الملاك ده حراج الحجر والمسيح قام وانتصر ما بقاش للموت نصيب في حياة كل البشر برافو هيدا الترنيمة صديقتنا ريتا بترنم لنا اياها كثير كثير حلوة يا مارغريتا برافو عليكي بدنا نلعب هلا شو بدك تختاري اي ترنيمة او سؤال شو نعم شو بدك تختاري اسمعينا من التليفون بدك اي ترنيمة او ترنيمة ترنيمة يلا يا بول معك لا 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 شو هيدا الترنيمة يا مارغريتا برنمها أنا وبول دايما بالبرنامج رح أعطيكي احتمالات هل هي أنا كثير مميز بنظر الرب أو هل هي ترنيمة الأرنب والزلحفة؟ شو؟ شو يا مارغريتا؟ أول وحدة برافو أنا كثير مميز بنظر الرب يا مارغريتا أنت كثير مميزة بنظر الرب يسوع وربحتي وجوابك صحيح وهلا رح أكتب اسمها لمارغريتا الحلوة وحطه بالبوكال برافو عليكي مريان إيه قولي لي مريان إيه مريان إيه عم بسمعك مريان يا مريان عم بسمعك بتحكي مع أختي ماريا أكيد زلا يلا يا ماريا بنحكي معك الو الو هاي الو كيفك يا ماريا مثل الحال منيحة ماريا انت محضرت لنا شي ترنيمة شو ماريا ايه يلا عم بسمعك نعم محضرت لنا ترنيمة شو يا ماريا أو بدك تلعبي دغري؟ بدها تلعب معنا ماريا أو لك يا بول أو بدها أو بدها ترنم؟ أنا بقول بدها ترنم بدها ترنم؟ عم نسمعك يلا ماريا يا ماريا بدي أطلب منك تسمعينا من التليفون لأنه الهيئة ما عم تسمعينا منيح ألو بدك ترنمي؟ آه شو؟ شو يا ماريا؟ ما عم تسمعيني؟ راح الخط. اتس اوكي ماريا، لكن انبسطنا حكينا مع اختك مارغريتا ومعك كمان. شو كنا عم نعمل؟ كنا عم نحكي انا وياك يا بول عن الصلاة وقديش مهمة هيدا الفترة اللي بنقضيه مع الرب لأنه قلنا بقرب لنا علاقتنا معه، كيف يعني بقرب لنا علاقتنا معه؟ كيف بقرب لنا؟ بسمعهم بيقولوا إنه صلوا قلوب الكتاب المقدس تقوى علاقتكم مع الرب، كيف يا بول؟ خبرني. أنا بقول هالشغلة عن اختبار. يلا خبرنا وقتها ننمع مع علاقتنا مع يسوع تنصير كل يوم عن جد في حكي معه ليسوع في تواصل معه رح يصير نشوف قصص غريبه عم تصير بحياتنا رح يصير محبه تطلع من جواتنا رح يصير محبه تفيد محبه ما كنا بنتوقع انه هاد تصير من خلالنا ب
بتصير محبتنا كمان لنبشر بشارة بتصير أقوى، وبتصير محبتنا حلو. لنعمل القصص المكتوب بالإنجيل أقوى وأقوى. كثير منيح. خلينا نعطي إكزامبل حتى لأصحابنا يفهموا أكثر. تخيل إنه أنا وياك أصحاب، أوكي؟ كل ما نقعد مع بعضنا ونحكي وخبرك عني بتصير تعرفنا أكثر، بتصير تحس حالك قريب منا أكثر، وأنت تخبرنا عنك بنحس إنه صداقتنا عم تقوى كثير. بصير فيي أعطيك دغري نصيحة تساعدك، بفهم عليك أكثر كل ما بتحكيني شيء، بصير حتى أوقات يمكن نكون بين العالم وأعمل لك هيك تفهم إنه أنا هلا بدي أمشي بدي فل، مزبوط؟ تقوى علاقتنا نفس الشيء نفس الشيء معنا نحن والله، لما نكون عم نقضي هيدا الوقت معه دايما عم نقرا بكلمته بنصير نعرفه اكثر، نكتشفه اكثر، نكتشف قد ايه بحبنا، نآمن اكثر قد ايه هو بحبنا، ولما نكون عم نحكي معه كمان بالصلاه ونصلي له ونخبره كل هيك كل الاشياء اللي بتتعبنا وكل الاشياء اللي بقلبنا بنصير نرتاح اكثر ونوثق فيه اكثر. شفتوا كل هالاشياء كيف بتصير لما نكون عم نقضي وقت اكثر مع الرب؟ اذا مزبوط مثل ما بتقلنا كلمه الرب انه لما نقضي وقت اكثر معه رح تقوى علاقتنا فيه، رح نقرب من قلبه ونصير نسمع صوته ونميز صوته بشكل افضل بكثير بكثير. صحيح. يلا يا اصحاب بدنا نتشجع على الصلاه بهيدي الحلقه، بانتظار اتصالاتنا. في عندي ايميل بدي اقري لكم اياه. هلا اليوم في مشكله صغيره بالاتصالات. هيدا الايميل من موريس كاجو، وموريس بقلنا انه هو من دمشق من سوريا وصار عمره سنتين وبحب يحتفل معنا بالبرنامج. فاذا يا موريس كل عيد وانت بخير يا حبيبي، وان شاء الله بتكبر وبتكون شاب حلو وقوي وبتحب الرب من كل قلبك. كمان فينا نقرا ايميل تاني بيقول الى اسره برنامج يلا نغني سوا والاخت مريان كل عام وانتم جميعا بالف خير، نحن جميعا بغايه السعاده علشان حتعرضوا صوره فيرينا، وده طبعا معروف عن سات 7 انها فعلا القناه الوحيده يلي اولادنا بتكون بامان وبسلام لما بتتفرج عليها. واو شو حلو. وصدقوني يا احبائي انها فعلا قناه مشوقه وجميله في كافه برامجها. سلامي لمريان لكل اسره البرنامج، وهيدا من صبري الجيب. شكرا كثير كثير على الكلام الحلو. نطلب منكم يا اصحابنا اهل واولاد كمان تكونوا دائما عم تذكروا يلا نغني سوا وسات 7 كتب بصلاتكم لدائما نكون عم نقدم افضل ما عنا كرمال نخدم الرب يسوع. بقول كمان عندي اشخاص هن يوسف ممدوح عبد الشديد وسيرافيا، وعندي صورتها فينا نشوفها يا مخرج على التي في. سيرافيا ايمن وهيدي صورتها الحلوة عم نشوفها هلأ بعد شيء على التلفزيون، وهن عيد ميلادهم لكنها بجدد يوسف ممدوح عبد الشديد وسيرافيا أيمن. يلا يا بول تعال نغني لهم هابي بيرثدي وبعد شيء منشوف صورة سيرافيا. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي يا أصحابي، هابي بيرثدي تو هابي بيرثدي لكم يا حلوين. ان شاء الله بتكبروا بتكونوا ذكية كتير وعم تنجحوا بكل امتحاناتكم وبتصيروا خدام قوية وبتحبوا الرب من كل قلبكم. بانتظار تنحضر كليب جديد يا بول. عنا اتصال يا مخرج؟ ما عنا اتصال، لكن رح ارجع اذكركم يا اصحابي وبعدين نحضر كليب مع بعضنا، انه صار عنا صفحة جديدة ليلا نغني سوا. كل يلي كانوا بالجروب القديم بطلب منكم تظهروا من هيدا الجروب وتفوتوا تعملوا لايك، كلمة لايك هلا بس تيزبط الكمبيوتر بنفوت وبفرجيكم كل الديتيلز، وبتفوتوا على هيدي الصفحة الجديدة فيكم كمان تكتبوا تعليقاتكم، وكل شخص بحب يبعت صورته تنشوفها بريبورت الصور في يبعتنا اياها بشكل مسج خاص، يعني رسالة خاصة على الانبوكس الخاص بهيدي الصفحة، واكيد بنكون عم نشوف كل صوركم بفقرة الريبورت. فينا نحضر شي كليب يا مخرج؟ اوكي، لكن بعد شوي بنحضر الكليب وبنشوف كمان ريبورت صوركم. بول عندي سؤال لك، شو مرة صار عندك اختبار خاص بينك وبين الرب انت عم بتصلي؟ اكيد خبرنا. اكيد اختبار خاص، يعني مثلا كنت عم تصلي واستجاب شي صلاة كثير كثير انت عم تصلي لها. كنت عم صلي مرة انه يا رب حابب، هي كثير من شي جمعة صارت. اوكي. كنت عم صلي يا رب انه حابب بعتني يا رب عن جد حابب وصل كلمتك، وهلا حابب وصلها، عندي هالباشن لوصلها، هالشغف انه تحكي عنه وتوصل الرسالة. ايه انه احكي عنك. شو بدق الجرس بتطلع وحدة مع ابنها معه مرض سرطان بالدم. واو. ايه. فقالوا لي بدنا مصاري وهيك. رحت انه قد ما في يعني باقل شيء ممكن يعني شيء بسيط قد ما في يعني امكانيات، وساعدتهم ورجعت طلبت انه صلي للولد. واو.
فرجعت سليتها الولد اللي معه سرطان بالدم، وانا بتامل ان شاء الله يعني بتمنى يجي لعنا على البيت الا انه صح الاب. شو حلو يا فر هذا الاختبار، وشو حلو اوقات كثير نحن او معظم الاوقات بتكون صلواتنا طلباتنا هي طلب لاشياء خاصه فينا. انت صلاتك هالمره كانت يا رب استخدمني خليني ابشر عنك. شو حلوين هول الطلبات الروحيه ولازم يكونوا كمان اولويه بصلاتنا، لانه شو الرب بيقول لنا يا اصحابي اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وكل هيدي الاشياء الثانيه اللي نحن بنهتم فيها بيرجع بيعطينا اياها بعدين. اذا نحن كانت اولوياتنا وبطلباتنا انه يا رب استخدمني خليني احكي عنك افتح لي فرص بشر عنك، اذا نحن كان هيدا هدفنا بتشوفوا يا اصحابي وهو وعدنا رح يهتم بكل شيء ثاني بحياتنا، ان كان اكل لبس تيب شو ما كان هو رح يهتم بهيدي الاشياء سنويه. وهلا يلا بنروح نحضر كليف وبنرجع مع بعضنا. مع الجبهة تدي بيفل معلوم نادوا للبقرة الغرشة لقرونا كبار كلب جارتنا سعدة وكلب المختار شو صار بوزة المختار مع الجبهة تدي بيفل معلوم نادوا للبقرة الغرشة لقرونا كبار كلب جارتنا سعدة كلب لكن يا اصحابي هلا اذا المخرج بفرجينا الكمبيوتر تفرجيكم الصفحه الجديده شو يا مخرج اوكي هيك هيدي هي الصفحه بتفوت عليها يلا نغني سوا مطلوب منكم شو تعملوا تكبسوا هون هون يعني لايك بتفوتوا بتكبسوا لايك وبتصيروا اصدقاء من هيدي الصفحه اوكي هون اذا عم بتشوفوا الانبوكس مطرح ما قلت لكم انه فيكم تبعتوا صوركم حتى نقدر نشوفهم بالريبورت الصور بتكبسوا هيك اوكي وبتبعتوا بتكبسوا هون اتاتش فايل بتكبسوا عليها بتختاروا صورة من صوركم يلي بتحبوا تحطوا لنا اياها بتحطوا اوبن وهيك بتكبسوا بعدين سند اوكي وبتكونوا بعتوا لنا صورتكم على البرنامج خلينا نرجع نطلع منه اوكي فاذا هون بتكونوا عم تبعتوا لنا هيك كل صوركم وبنكون عم نشوفهم بريبورت صور هلا بعد شوي بنشوفه مع بعضنا تكن اجى اتصالات يا مخرج حاجة نحضر الصور بعد شوي يلا نحضرون يلا منشوف الصور اول صورة من دشان سمير والعائلة وهن واقفين قدام حرش حلو كتير دميانة نعيم بيبي مهضومة كتير لبسة ابيض بصوتي سامح كامل قاعدة وعم تتمشى بالمول إفلين وإبراهيم حلوين كتير مثل العروس والعريس الصغار إفلين سليم فاحشو ليسا شابو حلو عليها فلاورز فادي وجولي أخت وخيا كتير مهضومين وبحبوا بعضهم فيلوباتر وبافلي كمان خيو عم يتسلوا بالمول
بتعرفوا فانيا أميل ماهر راكب على حصان صغير وكتير مهضومة صورته. جيوفاني عصام نسيم عم يبكي وهو صغير كتير. إبراهيم سليم فاحشو عم شعراته سبايكي. جيسيكا وزينة كتير حلوة صورتكم مزينينة بطريقة حلوة. جوجو ماجد لابسة أخضر ومبينة كتير مهضومة. جودي عبدالله صديقتنا وأختهم لجيسي وجين حلوة كتير صوتك يا جودي. جولي وسام عادل عم تلعب هي وموغلي وكل الأصدقاء. كيرلس مجدي إسحاق عم بفكر ويحكي مع عصفوره الصغير. كيرلس والخاله تبعه في هالصورة المهضومة شكرا عليها كتير. كيرلس ميشيل منير قاعد بحضنه لتويتي نيالو. كارمينا جمال بنت حلوة كتير ولابسة فستان حلو. كيرو المهضوم مصور قدام عالم كبير. مادونا أيمن عم تلعب بمدينة الملاهي. ماجي وكيفن شو بيحبوا بعضهم قالوا لنا لاف يو يا. مارينا ومينا وكل الأصدقاء شكرا كتير على الصورة. مارينا وماريا كمان البابا معهم شكرا كتير على صورتكم. فإذا شفتوا كيف شفنا صوركم هيك بتبعتون على الانبوكس تبع يلا نغني سوا وبتصير فينا نشوف كل الصور بفقرة ريبورت الصور. بول عم قلي المخرج هلا يا اصدقائي انه في مشكله بالاتصالات نعتذر منكم كثير. فاذا رح استفيد من هيدا الشيء وافتح سكايب بهيدا الوقت هيك بصير فينا نحكي مع اصدقائنا على الهواء. هيك نفوت على سكايب بلشوا حضروا حالكم تنقدر نحكي معكم ونستغل الفرصه كثير. قبل ما نروح بريك يا بول بدي خبر شيء كنت لاصدقائي وهو انه اوقات كثير اصحابنا او انا كنت كمان استحي صلي قدام العالم. انت كنت تصير معك استحي صلي؟ ايه يمكن اكيد هيك نحس انه يقول له انا ما بصلي حلو وما بعرف اقول هيك كلمات مهمه مثل ما غيري بيقول. بس هيدا الشيء كثير غلط يا اصدقائي لان اول شيء نحن ما بنصلي قدام العالم تنفرجين انه نحن شاطرين مزبوط. اذا هدفنا لعالم يقول لنا برافو يزقفوا لنا بنكون اخذنا اجرتنا او الجائزه تبعنا. بيكون العالم قدروا لنا وقالوا لنا برافو بس ما بيطلع لنا شيء من الرب. بينما اذا كان هدفنا نحن نرضي الرب، الرب قالنا يكافئنا يجازينا هو بكفائنا من عنده. لكن شو بدنا نختار مكافأة وتزقيف الناس على الأرض أو الله؟ لكن بيرجع لكل واحد منا هون يا أصحابي. ما بدنا نستحي بدنا ندعس هيك على الشيطان نقول له أنا بدي صلي ما بدي استحي. بس قولوا له هيك كلمات بسيطة للرب يسوع من كل قلبكم لأن الرب بهمه دايما القلب بينما الناس بتطلع على المظاهر. وهلأ خلينا نروح بريك صغير وبنرجع مع سكايب. قصص الكتاب المقدس منا مثل أي قصة عادية بنسمعها بس ومنتمتع فيها، لكن هي قصص بتعلمنا شو نعمل بمواقف معينة. وكل المغامرات يلي عم بتصير بمدينة الأحلام تشبه قصص الكتاب المقدس وبتفسرها. شو حابين تشاركوا مدينة الأحلام بمغامراتها؟ أجمل الحكايات ترقبوا معنا مغامرات مدينة الأحلام على سات 7 كيدز بالأوقات التالية. نزار رح يقدم لكم فرصة تتعلموا من خلالها موضوع من الكتاب المقدس. بحب الرب بحب الرب بحبه من كل قلبي بحب رفيقي. رح نغني سوا رح نسمع قصة سوا ورح ناخد عبرة ورسالة لحياتنا. لما تغش بتغش نفسك ومفكر ما حدا شايفك. بغنية وتمثيلية برفقة شخصيات مميزة ومهضومة كتير. جاجي جاجي عندي جاجي اليوم بيضة بيض بيضة بيضة. فرصة برنامج بتشاهدوه على سات 7 كيدز بالأوقات التالية.
ضحكة طفل صغير بتساوي الدنيا كلها. لحظة فرح بتدرس مع الوجوه الصغار قد الدنيا كلها. من هيك برنامجنا اسمه قد الدنيا كلها. هالحلم رح يتحول مغامرة عبر شاشة سات 7 ببرنامجنا الجديد قد الدنيا كلها. بكل حلقة ريتا رح تعيش المغامرة مع طفل جديد بحلقة مليانة مفاجآت وهدايا عديدة وقصص طريفة بعيشوها الصغار. نشكرك يا رب، بشكرك لأنك بتحبهم كتير، اعتني فيهم تا يكبروا ويحبوك أكتر وأكتر. قد الدنيا كلها بالأوقات التالية على سات 7 كيدز. قصة من الكتاب المقدس بترافقها صلاة صغيرة بتخليكن تناموا بسلام. ما تنسوا تلاقوا ريتا بقصص جديدة ومميزة. قلن باي، ونشوفكن المرة الجاية. باي. قصة قبل النوم بتشاهدوه على سات 7 كيدز بالأوقات التالية. قصة قبل النوم. تكرتوها آلة موسيقية؟ لا، هيدي صفحتنا الإلكترونية على www.sat7kids.com. اختاروا اللغة والعمر يلي بناسبكن، وريتا وناجي موجودين دايماً لمرافقتكن. تعرفوا على سات 7 Kids، برامجها المتنوعة والمقدمين يلي بتحبون، واطلعوا على آخر الأخبار والأحداث وآية الأسبوع، واكتشفوا معلومات مسلية عن الكتاب المقدس. سجلوا وكونوا أصدقاء لإلنا، نزلوا صور وفيديو وأغاني خاصة فيكن بواسطة اليوتيوب، شاركوا بالتصويت وراسلونا. وإذا عندكن أي طلب صلاة ما تترددوا تبعتولنا إياه، مين بيعرف يمكن تكونوا أنتو نجم الأسبوع. ما تنسوا كمان إنه فيكن دايماً تشاهدوا البث المباشر لسات 7 كيدز، وتلاحوا أخبارنا على فيسبوك وتويتر. حوارات، تأمل، هدايا، مسابقة الأسبوع، فنون وتسلية وألعاب، وغيرها كتير من الأمور، كلها على www.sat7kids.com. رجعنا معكم وسكايب حاضر تيستقبل اتصالاتكم. واليوم لأصحابي استثنائيا لأنه الاتصالات مش ضابطة، كل شخص رح نحكي معه على سكايب رح اكتب اسمه وينزل بالبوكال، وبالآخر رح نسحب اسم واحد وهو يربح معنا ساعة. فإذا معنا أول اتصال من كارولين. ألو كارولين. ألو ماريا. ألو ألو ألو. ما عم نسمع صوتها لكارولين. كارولين لهي أصلي كمان عملت تغييرة بالصوت لبين ما زبط الاتصال. خلينا أعطيكم فكرة كتير كتير مهمة كمان بالصلاة، وهي التالي اللي حابب اسمعه كتير منيح. أوقات كتير منصير نصلي ونطلب من الرب موضوع معين، يمكن شفاء شخص منحبه مريض كتير، أو يمكن ما بعرف أنه الله يبعث لنا شغل. وأوقات منحس أنه هالصلاة ما عم تستجيب وعم يكتر المشاكل ويكتر الأمراض، وفي كتير أشياء صعوبات بحياتنا ونحن هيك حزينين لأنه عم نحس أنه الصلاة ما عم يستجيب لها. بس تعرفوا شغلي أصحابي، أنه أوقات الله بيسمح المر بهيك أشياء لأن بده يانا أو بده يعلمنا شيء يقوينا. رح أعطيكم إكزامبل. مثلاً تعرفوا كلكم إنه الفراش الحلوة هيك في منها كتير ألوان، أصفر وأورنج وبلو. قبل ما تصير فراشة حلوة بتكون دودة صغيرة بقلب كوكون بقلب بيت هيك تبعها، بتكون بشعة صغيرة وهيك ما بتبين. وإذا حيلا حدا منا إذا بول مثلاً جاب شوكة وجرب هيك يفتح الكوكون يعني البيت تبع الدودة، هيدي الفراشة رح تموت وما رح تتحول لفراشة، لأن هي لازم لوحدها تحارب وتصارع وتشتغل حتى تفتح هيدا الكوكون وتصير فراشة وتطير.
والله بيسمح لكل واحد منا كمان انه اوقات نمرق بهدول الاشياء الصعبه تحت لي نحن نتكل على نفسنا نصلي ونطلب من الرب ونتمسك فيه بقوه تحت لي بعدين نطلع ابطال بالايمان وحاضرين تنمرق باي ظرف معقول نمر فيه بحياتنا ونكون منوثق بالرب اكثر واكثر واكثر. فينا نروح كليب اولك يا مخرج تنرجع بسكايب شو؟ يلا منروح بكليب. من قبل ما كنت احكي ومن قبل ما كنت امشي ما كنت أحكي ومن قبل ما كنت أمشي أنا مفتحهم عيني أحبكم يا أبوي وأمي يا ربي خليني عادي أخي وأختي وأهل بيتي بدي أحبهم ويحبوني هم اللي تعبوا ربوني يا ربي خليني عادي أخي وأختي وأهل بيتي بدي أحبهم ويحبوني هم اللي تعبوا ربوني ماما بتقولي نامي وبابا عني بيحامي كل يوم بيعطوني الأفضل حتى من على امل يكون السكايب زبط بنقول الو 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 هاي هاي مين معنا؟ دانييلا. دانييلا من لبنان هذا اتصال فون كول يعني بيرفكت لكن زبطوا الاتصالات. كيفك يا دانييلا؟ منيحه سألتلك انا يا حبيبه انا كمان عم تسمعك انت موضوع الصلاه؟ لا هلا فتحت التلفزيون. اوكي طب شو مره فيك تخبرينا شو مره طلبتي شي من الرب كان بدك اياه كثير 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 وهو استجاب لك لالو؟ شو؟ تتذكري؟ ايه عطول انجح بالمدرسة. علي صوتك حبيبي شو قلتي؟ عطول انجح بالمدرسة. واو شو حلو لأن متكري على الرب وبتصلي له دايما. برافو يا دانييلا. ميرسي دانييلا. بديك ترنمي لنا ساعة بديك نلعب؟ بدي رنم. بدها ترنم. يلا يا دانييلا. هي انا مرنم هي انا مألفته. برافو يلا يلا سامعيني. هو ما خلق الكون والإنسان هو ما زرع الحب في كل مكان هو ما خلق الكون والإنسان هو ما زرع الحب في كل مكان نعم نعم اهتفوا للرب بالصوت نعم نعم مسجد ما غلب المخادع نعم نعم اهتفوا للرب بالصوت نعم نعم مسجد ما غلب المخادع هو ما خلق الكون والإنسان هو ما زرع الحب في كل مكان سبحه واحمده بالتسابيح لأنه هو يسوع المسيح سبحه واحمده بالتسابيح لأنه هو يسوع المسيح هو ما خلق الكون والإنسان هو ما زرع الحب في كل مكان هو ما خلق الكون والإنسان هو ما زرع الحب في كل مكان زقفة كبيرة كبيرة لإلك. برافو 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 يا دانييلا عن جد برافو عليكي كثير حلوة وكلماتك كثير حلوين كمان ومظبطتيها بطريقة رائعة جدا عفاكي يا دانييلا أنا فخورة فيك يا حبيبتي برافو ميرسي دانييلا هلا إجا وقت تلعبي وتربحي شو بدك تختاري؟ ترنيمة ترنيمة يلا يا بولا إلك نقي لها شي حلو لدانييلا لا لا
la 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 برافو عليك انك شطوره يا دانييلا. فاذا شكرا كثير على اتصالك واسمك نزل كمان مره بالبوكال. برافو دانييلا باي. تعالوا نشوف مين عنا على سكايب. الو الو كارولين. اه كيفك يا كارولين؟ احنا بنعتذر نطرناك كثير. ولا يهمك يا مريم. فيك تعلي صوتك يا حبيبتي تنسمعك. اوكي كده كويس. ايه قديه عمرك خبرينا يا كارولين؟ 12 سنه. قديه؟ 12 سنه. اوكي كارولين انت من وين عم تحكينا؟ من مصر؟ اه. اوكي رح اكتب اسمك لانه وعدناكم اليوم نكتب اساميكم ونحطهم بالبوكال. كارولين بدي اطلب منك كمان تبعتي ايميل على يلا نغني @7.com بعنوانك الكامل. اوكي كارولين بتحب تغني؟ نعم ممكن تقولي العنوان تاني؟ ايه بدي منك تبعتي على يلا نغني @7.com. اوكي؟ اوكي. بتحبي ترنمي لنا ترنيمة يا كارولين؟ مو بد ما سمعت. فيك ترنمي لنا ترنيمة يا كارولين قبل ما نودعك؟ لا. يلا. تفضلي. سؤالي كارولين ما عم بسمعه. يلا رنمي يا كارولين. تفضلي رنمي. انا فرحان لاني صغير ويا صعب يحب الصغار، جه على ثاني ورجع تاني علشان يخطف الابرار. انا فرحان لاني صغير ويا صعب يحب الصغار، جه على ثاني ورجع تاني علشان يخطف الابرار. برافو 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 يا كارولين. انا فرحانه انه سمعت صوتك وتعرفت عليك وهلا بدي اودعك. باي باي. ناخذ اتصال تاني من نيفار فهاك تلبيان. الو اهلا وسهلا فيك. الو هاي علي صوتك كثير كثير كثير. شكرا حبيبي يا اميره انا مشتقت لك قوي قوي. وانا كمان حبيبتي انت يا اميره. عم ترسمي قصه حلوه هالايام؟ عم ترسمي رسومات حلوه قوي؟ اه برسم بس يعني. حبيبي انت معلي هلا بكون اجازه بقى وقع قاعده شويه اتفسح شويه اتفرج على التلفزيون. أوه. شويه انزل لخالاتي فما بيكونش ليا وقت ان انا ارسم كفايه. حبيبي عندك نشاطات كتيره قوي يعني. برافو ده جميل. يا اميره انت عاوزه ترنمي لنا ترنيمه؟ ايوه يلا عم بسمعك تفضلي. Someone walks into the room and it's easy to assume that we know what's on the inside by their clothes and hair and eyes. That might be a useful tool, but it's not a hard fast truth. We might be surprised, for some are masters of disguise. But God looks deep within, way beyond the surface of our skin. Individually treated like we all would hope to be. When we judge by their appearance, we forget the deepest part. God looks at the heart. Wow, like an eyes worthy to see. Huge and cold though it may be, there's a part that's even bigger. So far down we just can't see. Now there's no need here to panic, we're not riding the Titanic. Like
apart, the world hides. We must find the heart inside. Take some time to see what's deep inside. But God looks deep within, way beyond the surface of our skin. Individually, Jesus like we all would hope to be. When we judge by their appearance, we forget the deepest thought. God looks at the heart. God looks at the heart. Bravo, God bravo, bravo. Looks at bravo يا أميرة. The heart. شو هالأميرة الصوتة أميرة، بدي أقول لك برافو عليك، هاي الترنيمة كثير صعبة أنت عملتيها وأديتيها بطريقة حلوة، عفيك يا أميرة، بدي أشجعك دايما تتمرني وتمرني صوتك، وسلام كثير كبير للماما. شكرا أميرة، باي. معنا اتصال على الهواء بسرعة بدنا ناخده لأنه نطرناهم كثير، يا حرام لجيسون وليا كيفكن؟ سوري أنا نطرناكم، سمعتوا أميرة كان صوتها حلو عم بتلم ترنيمة طويلة وحلوة. كيفك يا ليا؟ منيحة. ليا بدي اطلب منك توطي التلفزيون وتسمعينا على التليفون، اوكي؟ نعم. ليا؟ نعم. ليا وين رحتي؟ الو؟ ليا؟ الو؟ 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 ما عم بسمعك، صوتك كثير واطي. راح الاتصال، رجعوا اتصلوا فينا، سوري عم نعذبكم اليوم معنا، خلينا ناخذ بعد اتصال من مريم، مريم معلوف، منشوف مين صديقتنا مريم عندها فيديو، يلا هات ايه عم شوف مريم يا مخرج، تعال نشوفها على التي في كلنا سوا. يلا الو الو، هاي يا مريم. هاي انت كثير حلوه يا مريم، مبسوطه عم بتعرف عليكي. ميرسي. عم تشوفي حالك على التي في؟ نعم. عم تسرقي النظر هيك لفوق كل شوي. مريم انت من وين عم تحكينا؟ من لبنان. نعم. وقد ايه عمرك؟ عمري 9 سنين. ومن وين عم تحكينا؟ من لبنان مريم. من عشقوت. من عشقوت. مريم شو عائلتك تكتب اسمك؟ مريم معلوف. مريم معلوف من عشقوت. مريم طيب بدك تجي لعنا شي مرة على البرنامج؟ يا ريت. يلا تعي شي احد بدك، اذا فيهم اهلك يجيبوكي تعي لعنا على البرنامج، اوكي مريم؟ وين انت؟ من هيدي لحدك امك؟ انا الماما. وين انتو بس؟ نحنا بحي البلاطة بالمنصورية. بتعرف المنصورية؟ ايه اكيد. ايه بهونيك، اسألي وين سات سفن بدلوكي. حيا لنهار احد بدكم تجوا لعنا، تعوا على الساعة 6:30. اوكي؟ اوكي. كثير بنبسط اتعرف على مريم. يا مريم خبريني، كنت عم تحضري الحلقة اليوم عم نحكي عن الصلاة، فيك تخبريني شي هيك شي مرة صليتي للرب وكيف هو سمع صلاتك؟ صراحة ولا مرة صاير هيك. ايه طيب، لكن بدنا نتفق اليوم انا وياك نصلي للرب، يمكن بدك تنجحي بامتحاناتك او بدك الرب يعطيك يحمي عائلتك. وعرفي يا مريم انه هو لما تصلي له وتحكي معه مثل ما كنا عم نحكي اليوم، هو بيسمع كل كلمة بتقوليها وبيجاوبك على صلاتك، بتعرفي هالشي؟ نعم. مريم بدنا نطرك شوي معنا تناخذ اتصال على الهواء ونرجع نحكيك ونسمع صوتك، اوكي؟ خليكي معنا، ما تروحي، اوعى اوعى اوعى، خليكي، يلا. الو الو الو، مين معنا؟ الو مرحبا، انا مريم. ميرنا من السودان، اهلا وسهلا فيك يا مريم، ازيك؟ مريم علي صوتك يا مريم، انا مش سامعاكي قوي. مريم مش سامعة شيء ابدا. انتوا حاسيني قوي يا حياتي، بوسه كبيره لك. انت عاوزه ترنمي لها ترنيمه؟ ايوه انا عايزه ارنم لك ترنيمه يا مريان. تفضلي يلا. بحلم بيكون ما فيهوش شرور، ما فيهوش عذاب ولا يوم شرور. بحلم بدنيا فيها المسيح ماجد ايدي، بحلم بنصر ايضا خلاص ويمس كافي. بحلم بكون ما فيهوش شرور، ما فيهوش عذاب
ولا يوم شروط بحلم بقلبي يقول لا يقول لا أعلى على صوت الباطل بحلم بقلبي يقول لا يقول لا أعلى على صوت الباطل بحلم بكون ما فيهوش شرور ما فيهوش عذاب ولا يوم شرور. برافو زقفة كبيرة حبيبة لإلك. أي متى بتكون تجي على لبنان؟ ما بعرف يعني لاني لسه التأشيرة ما وصلت. معلي يا حبيبتي، يلا لما تزبط أنا بكون ناطرتكم وبشوفكم وبنبسط فيكم، أوكي؟ بدنا نلعب هلا، حاضرة؟ حاضرة. يلا، عاوزة ترنيمة أو آية؟ آية. آية؟ يلا خلينا نشوف شو هي آيتك. أوكي. بتبلش مملكتي أو حياتي ليست من هذا العالم، مملكتي أو حياتي ليست من هذا العالم. شو جوابك؟ مريان ممكن تعيدها لي تاني؟ اوكي، مملكتي او حياتي ليست من هذا العالم، شو قولك؟ مملكتي ليست من هذا العالم او حياتي، شو يا مريم؟ مريم مملكتي او حياتي؟ ضاعت مريم، شو؟ مملكتي. برافو برافو مريم، مملكتي ليست من هذا العالم واسمك نزل بالبقال. مملكتي عندي بابا يسوع، مملكتي عندي بابا يسوع. مظبوط، لكن مملكتي ليست من هذا العالم عم يحكي هو عن مملكته، يسوع عم يحكي عن مملكته مش نحن اكيد. فاذا برافو يا مريم، جوابك صحيح وانا فرحانه باتصالك وبحبك كثير كثير. باي باي مريان. اختي بتسلم عليك كتير، باي. سلمي لي عليها وبوسيها كمان، باي. يلا تعال نرجع نروح عند صديقتنا الحلوة كتير كتير كتير. هاي رجعنا لك. هاي شو قلتي لنا؟ يلا بدك تسلمي لنا ترنيمة؟ ايه يلا عم بسمعك، تفضلي. حبك ربي يسوع، وحبك ربي يسوع، وحبك ربي يسوع، وليس لي سواك. أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع، أسبح اسمك القدوس، وليس لي سواك. برافو 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 برافو، عن جد بدي اقول لك انا كثير فرحانه تعرفت عليكي، وبدك توعدينا انه هلا تبلشي تصلي من كل قلبك للرب لحيلا شي بتعوزيه، وتخبرينا بعدين لما يستجيب على صلاتك شو عامل معك، اوكي؟ باي، بشكرك كثير على اتصالك، بوسه كبيره لإلك. باي. ليا وجيسون، يلا الو يا ليا وجيسون. الو. واخيرا زبط الاتصال. ليا؟ نعم. مشتقت لك أنا. وأنا كمان. خبريني شو في جديد؟ كيف المدرسة؟ كثير منيحة. منيحة؟ وهيئتك هيك نشيطة وقوية وعم تنجح كثير بعلاماتك، إيه؟ نعم. برافو عليك يا ليا، ما حضرتي لنا شيء حلو لليوم؟ إيه. تفضلي حبيبة. اطلب الرب ما دام يوجد، أدعوه فهو قريب. مظبوط يا ليا، وأنت يا ليا بتحسي دائما الرب قريب وعم يسمعك لما تصلي له؟ أكيد. مظبوط، شو بدك تخبرينا شيء عن الصلاة؟ أنت اختبرتي شيء هيك مهم حلو عن الصلاة. بقول شو بحب تصير؟ شو بحب أعمل؟ إيه إيه مثل ما بدك، خبرينا شيء عن الصلاة. بطلب من الرب وبصلي تحت أخدم بالكنيسة بالعزف وأكيد بغير أشياء لما أكبر. واو شو حلو يا ليا، رب يسمع لك صلاتك يا حبيبتي. ميرسي. ليا بدك هلا نلعب مع بعضنا؟ نعم. يلا شو بدك تختاري؟ يلا ركزي كتير منيح يا ليال الحلوة تنشوف شو هي ايتك. لك هنا، ما اوسع او اضيق الباب واقرب الطريق التي تؤدي الى الحياة، يؤدي الى الحياة. فاذا ما اوسع او ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة، شو قلتي؟ ما
قاضية. عفيك يا شاطرة أنت، برافو برافو يا ليا. فإذا ليا اسمك هلا نزل بالبوكال. شكرا كثير على اتصالك ليا. اوكي باي حبيبتي، باي. خلينا نروح نحضر ريبورت ومنكمل اتصالاتنا وسكايب. معنا صورة من مارينا صبري الحلوة اللي لابسة أخضر ومزينة صورتها بالأحمر والفور. مارينيلا نادي بشرة بنوت كتير حلوة لابسة بلوزة كارو. ميفي مجدي رفيقتنا الحلوة المهضومة بنسلم عليك كتير. ميكايل مايكل وجورجو ودانييلا الحلوين صورتهم رائعة. مريم أيمن الغنوجة والحلوة عم تضحك لنا. ميرنا وسام عاد الضحكة كبيرة كبيرة عم تلعب بالبالون. ميرولا ومورين لابسين فساتين حلوة ومصورين قدام الذريعة. ميرولا هاني عزيز بنت صغيرة عم تمشي على الجسر. أوليفيا جورج أياد لابسة سرة ما حلوة زهر عم تضحك. عمر بطشون كمان لابس سواتشيرت حلوة خضرة وهو كتير حلو. بيتر نعيم واو شو الصورة يا بيتر العظيمة رائعة. بريسيلا فيليب بنت حلوة كتير وعيونها كبار وحلوين، بسلم عليك يا بريسيلا. ريم وترنيم كمان اختين حلوين عندهم نفس الضحكة الحلوة والكبيرة. شادي رضا واو على الموتوسيكل من هو صغير، انتبهي حالة حالك يا شادي. ستيفن كامل سامح هو سبايدر مان واو. سيلفيا صبري صديقتي اللي بحبها كتير، سلام كبير لك يا سيلفيا. يوسف جمال المهضوم وحاطط هيك ايده على دقنه وعم بفكر، كتير حلوه صورتك. فردوس بنوت حلوه كتير، سلام كبير لك. هارون بيبي زغطور كتير وحلو، بسلمنا عليك كتير وبوسك. نيرات وفتحي عم يلعبوا بالتلفزيون حلو. ورجعنا معكم يا أصدقائي ومع سكايب. أو عنا اتصال قبل، عنا اتصال من مونيكا قبل ما ناخد سكايب. كيفك يا مونيكا؟ مونيكا 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 ألو يا مونيكا. مرحبا، ما عم بسمعك منيح، علي صوتك واسمعيني بليز من التليفون. مونيكا مونيكا سمعاني يا مونيكا؟ ألو يا مونيكا، قد ايه عمرك؟ عندك كم سنة؟ KG2. ويا مونيكا انت انت تحبي ترنمي لنا ترنيمة؟ اه يلا تفضلي. تفضلي يا مونيكا. نعتذر منك يا مونيكا بس انبسطت انه سمعت صوتك ولو نتوفة صغيرة. تعالوا نشوف هيدا الاتصال. الو الو مرحبا مرحبا ميرنا. كيفك يا ميرنا؟ ألو. يا حلوة يا ميرنا، عم بسمعك، ازيك؟ كويسة ميرنا. اعطيني اسمك وعائلتك وبعتيلي عنوانك. ميرنا شو عائلتك؟ رفعت زكي. رفعت من مصر، لكن ابعتي لنا عنوان كامل ببيتك، ايميل بعنوانك بركي ربحتي معنا. يا ميرنا قديش عندك كم سنة حبيبتي؟ 13. 13 وبدك تسمعينا صوتك الحلو هلا بسترنيمة؟ ايه يلا تفضلي. ايه على اللبناني ميرنا، برافو. يسوع او يسوع
يسوع ملكت علينا، يسوع او يسوع، يسوع ملكت علينا، كده ماشي لقدام كده مش راجع ورا، كده نط سوا مع يسوع، كده ماشي لقدام كده مش راجع ورا، كده نط سوا مع يسوع، يسوع او يسوع، يسوع ملكت علينا، كده ماشي اليمين كده ماشي الشمال، كده لفوا سوا مع يسوع، كده ماشي اليمين كده ماشي الشمال، كده لفوا سوا مع يسوع، يسوع او يسوع، يسوع ملكت علينا، يسوع او يسوع، يسوع ملكت علينا. كتير 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 حلو صوتك يا مرنا، وكتير ميرسي. حلو هيدا الترنيمة اللي رنمتلنا اياها. انت بترنمي بشي فريق يا مرنا؟ وين بأي فريق؟ فريق نور العالم. واو شو حلو، عن جد الرب عطيكي صوت كتير حلو يا ميرنا، وبرافو انه عم تستخدميه وعم بترنمي تحت توصلي الرسالة من خلال الترنيم، برافو عليك ميرنا. شكرا. بتحب تقولي شي لأصحابك اللي عم يحضرونا؟ بحبهم قوي قوي قوي. حبيبتي يا ميرنا انا كتير فرحت انه تعرفت عليكي، ودايما بدي اسمع صوتك وترنمي لنا، اتفقنا؟ مريان؟ ايه مريان؟ نعم. انا بحبك قوي قوي. حياتي ميرنا وانا بحبك وفرحانه انك صديقتي هلا صرتي. باي يا ميرنا. باي. باي حبيبتي. شو حلو صوتها لميرنا. يلا فينا ناخذ بعد اتصال؟ يا اتصال من صديقه مهضومه اسمها. الو. الو بربارة؟ كيفك يا بربارة؟ ازيك؟ كويسة. انت تتكلمي من مصر صح؟ بربارة وشو عائلتك؟ شو اسمك وعائلتك؟ اسمي بربارة عصام. بربارة صبحي؟ لا عصام. عصام اوكي، لكن بربارة عصام من مصر. يا بربارة عندك كم سنة؟ 11 سنة. اوكي وبتحبي ترني لنا شي ترنيمة؟ تفضلي. تفضلي. عندي حكاية اقولها للاولاد، اولاد اصحابي ومن كل البلاد، دي حكاية عني وعن يا صاحبيبي، نصرتنا الاكيدة على مكر الشيطان، فتحوا دنكو وانتبهوا لي كويس عشان تنتصروا دايما، تبقوا في امان. وفي مرة بلعب مع ابن الجيران، راح قال لي اكذب عشان تبقى كسبان، قلت له لا يا صراح يزعل مني، وقلبي مش هيفرح مدام هو زعلان، انفر مني جي جنبي يسوعي، في لحظة لقيته جنبي حسيت بالامان. خدها نصيحة على مر الايام، ابليس لو جالك ما تسمعلوش كلام، قول له يا شاطر ما تتشطرش عليا، ده انا مش قدك وليا مع الكلام، لو كنت شاطر روح اتحدى ربي وهو هيوري لك ويغلبك كمان. برافو بربارة، برافو يا بربارة، شكرا كتير على هالترنيمة الحلوة. بتحبي تطلبي شي من الرب يسوع يا بربارة تنصلي لك؟ ان هو يعني يبارك العالم كله ويحافظ على مصر. امين امين يا بربارة. هلا باخر الحلقه صلي معنا نحن عم نصلي لمصر. اوكي يا بربارة أوكي. شكرا حبيبي. ممكن تكلمي اختي؟ اوكي بس قبل عنا اتصال على الهواء بنرجع بنكلمها. اوكي ماشي. يا الو يا مونيكا. الو كيفك يا مونيكا؟ ازيك؟ كويس. مونيكا انت عاوزه ترنمي لنا؟ يلا يا حبيبي تفضلي. دايما بسأل نفسي ليه يا صادق على ثاني، ليه سايبني عليك؟ أرجوك تقيل، أرجوك تقيل، سأل عني أحلامي وانت تهدي وقلبي
ترنيمة أو آية أو حزورة. إيه يا موني؟ حزورة. يلا تنشوف شو هي حزورتك يا موني. من الذي؟ ما سمعت؟ أوكي. من بين الأبواب وصعد إلى أعلى السماوات فدينا الدنيا خلانا نعيش شوية فدينا قدام حياة خلانا نعيش شوية خلاص أخدنا معاه وصلنا لحد سماء وخلاص أخدنا معاه وصلنا لحد سماء المسيح قام من بين الأبواب وصعد إلى أعلى السماوات. برافو برافو عليك. يلا هلأ حزورتك بتقول اسمعي كتير منيح. من الذي قتل أطفال بيت لحم من دون رحمة؟ هل هو يهوذا أو هيرودس الملك؟ مين؟ من الذي قتل أطفال بيت لحم من دون أية رحمة؟ هل هو يهوذا أو هيرودس الملك؟ يلا يا مونيكا. مين؟ هيرودس. برافو مونيكا برافو. يلا رح اكتب اسمك يا مونيكا وفرحت انا حكيت معك. باي مونيكا باي. يلا نحكي منكمل مع اختها لبربارة. فاذا عنا كليب بعتولنا اياه مونيكا وميرا امير. عم بيقول المخرج هلا انه بدنا نحضره. هن عملوه صوروه بعتولنا اياه وهلا بدنا نحضره مع بعضنا. يلا خلينا نشوفه. لحد سماء وخلاص أخدنا معاه وصلنا لحد سماء.
يعني عن جد شو بدي اقول لكم يا مونيكا ويا ميرا ويا بابا تبع مونيكا وميرا امير، كتير بدي اشكركم على هيدا الكليب الحلو اللي عملتونا اياه، ونعملته مجهود حتى لي خلقتوا هالشي الحلو، الصور الحلو، وانتو كمان يا ميرا ومونيكا كتير مهضومين وصوتكم كتير حلو، واكيد بنشكر كتير بيكم يلي تعب وعمل الموسيقى الحلوه وبعتوا لنا هيدا الكليب المهضوم، بشكركم كتير كتير، وكمان بشجع كل اصحاب اذا بتحبوا تعملوا هيك شيء مهضوم مثلهم او شو ما بتحبوا تبعتوا لنا بعتوا لنا اياه، ونحن اكيد بنشوفه بيلا نغني سوا، وشكرا مره ثانيه لالكم. تعالوا نكمل نحكي مع اختها لبربارة. الو الو، ايه كيفك؟ مين معنا؟ كارين. كارين كارين كريم كارين. سوري سوري يا كارين ما عم بسمعك يا حبيبتي، شو بتحبي ترنمي لنا؟ شو يا كارين؟ كلمة يسوع زي السكر. تفضلي يا كارين. يسوع زي السكر لقى أكتر وأكتر، حبه في قلبي بيكبر يوم عن يوم بيزيد، يسوع مالك قلبي لقى قلبي وحبي، حبي ده لربي يسوع المسيح. برافو 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 يا كارين، شكرا كتير على مشاركتك، وانا فرحانة تعرفت عليك انت وبربارة. باي باي. يلا ناخد بعد اتصال من رندا ابراهيم ومنشوف مين عم يحكينا. الو، مين هالبنوت المهضومة؟ طيب رح الاتصال، ناخد اتصال تاني ولا بقى عنا اتصال من مين؟ سوري يا اصحابي عم بتأخر عليكم بس تيجي الاتصال. اتصال على الهواء. اوكي الو، هاي اماندا. اماندا كيفك يا اماندا؟ منيح، انت كيفك؟ منيحه كثير مبسوطه عم بحكي معك. قد ايه عمرك؟ انا عمري 11 سنه. 11 سنه يا اماندا. اماندا عندك شي اختبار تخبرينا اياه بالصلاه مع يسوع؟ وقت الامتحان بخاف كثير، فانا صليت ورب استجاب ساعدني فاخذت درجه كامله. امين. واو شو هالاختبار الحلو يا اماندا، ومن وقتها صرت تعرفي انه الرب دايما بيسمعك ودينته دايما موجهه لعندك، صحيح؟ ايه صح. صح هلا يا اماندا، بتحبي تمني لنا شترينا او بدك نلعب سوا؟ نلعب. نلعب يلا، بدك اية او ترنيمة او سؤال؟ اية. اية يلا ركزي منيح، بدك تربحي وينزل اسمك بالبوكال. لكن الاية تبع اماندا بتقول انت ثلاث نقاط وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي وأبواب الرحيم لن تقوى عليها. هل هو بطرس أو يوحنا يلي قال له أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي؟ لمين هيك قال الرب يسوع؟ بطرس. عظيم يا أماندا، عظيم عظيم، لكن جوابك صحيح أماندا من العراق. شكرا لك، واسمك حينزل بالبوكال، وانا بشكرك على اتصالك. بتحب تقولي هاي مرحبا على حدا؟ قول هاي لكل اخواتي. اوكي. والاصدقائي. شكرا يا اماندا على اتصالك، انت صديقه البرنامج صرتي، بوصل عليك. باي باي باي. يلا تعال نرجع لعند هالصديقه المهضومه. راح اتصالها، نرجع بناخده. الو الو، مرحبا. يه ملتهية، وينك؟ الو الو، هيدا الاتصال منه ظابط كتير، فبانتظار اتصال تاني. مرحبا مرحبا. الو. طيب رح ناخد هيدا الاتصال لان اتصال صديقتنا قبل ما عم يزبط. مرحبا مرحبا. مين معنا؟ الو الو، مين معنا؟ ديفيد. ديفيد، يا ديفيد من وين عم تحكينا؟ ابو ظبي. من وين؟ ابو ظبي. واو ديفيد قد ايه عمرك؟ ليك خلينا نشوفه لديفيد على التي في، كثير مهضوم. يس انت مهضوم يا ديفيد، قد ايه عمرك حبيبي؟ كثير.
ايه ليك ديفيد فيك تظبط الكاميرا على وجهك مظبوط تنشوفك؟ يلا خلي المامي تظبط لك الكاميرا. واو شو حلو ديفيد ومهضوم. ديفيد انت بتحب يلا نغني سوا؟ طيب وشو بدك تطلب من الرب يسوع؟ شو بدك تقول له للرب يسوع؟ شو؟ انا حابس المصر. شو؟ ها انا حابس المصر. حبيبي انت يا ديفيد. طب ديفيد بتحب ترنم لي التتيلة؟ شو؟ اشغل التتيلة. تفضل يلا عم بسمعك يا ديفيد زحلو تفضل. يلا واحد اثنين تلاتة بعد ايام انرسو لكنا بعد الارض سلام. واحد اثنين تلاتة بعد ايام انرسو لكنا بعد الارض سلام. برافو ديفيد ده زقفلك. برافو 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 انت شطور قوي 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 يا ديفيد وانا بحبك. عاوزة أعطيك بوسة كبيرة وعاوزة أسمع صوتك كمان بالأسبوع الجاي. أوكي؟ باي يا ديفيد. باي باي حبيبي سو مهضوم. كتير كتير مهضوم هيدا الصديق الصغير اللي تعرفنا عليها. كتبت لك اسمك ورح ينزل بالبوكال. وبانتظار اتصالات تانية على سكايب منروح كليف ومنرجع معكن. بليز ظبطوا لنا الكاميرا تنشوفكن. اوكي نزلوا الكاميرا شوي على وشكن تنشوفكن. فيكن وينكن اختفيتوا؟ يه يه هربتوا. عم يضحكوا. كم سنكن؟ مين معنا خبروني شو اسمك؟ يه عم نلعب لقيطة. ايه
طيب خبريني شو اسمك؟ وانا صراحة علوا صوتكم لان ما عم نسمعكم يا اصدقائي، وقربوا بليز على الميكرو. ايه هاي بها، انا سارة. انت سارة؟ سارة فيك بس تعلي صوتك شوية حبيبتي تنسمعك اوضح ونشوف وجهك. قربي يعني على الكاميرا وعلى الميكرو. ايه؟ ايه قربي على الكاميرا وعلى الميكرو يا سارة. سارة بتحبي ترني لنا ترنيمة؟ يلا تفضلي. يلا يا سارة. طيب بصير احكي آية. آية تفضلي قولي لنا آية. ليه الاتصال عنده كلب صغير. طيب طيب بدك انت تقولي تسلمي على حدا عم يحضرك؟ يعني مين؟ طيب بدي اقول لك انا انبسطت حكيت معك، بلكي الاسبوع الجاي بتكونوا محضرتي لنا ترنيمه، اوكي؟ باي. مهضومه حرام ملبكه مش عارفه شو بدها تقول لها، ما علي بلكي الاسبوع المقبل بتكونوا محضرت لنا شيء حلو. تاني خد هيدا الاتصال. الو 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 هاي عم نشوفها على التيفي لصديقتنا، كيفك وشو اسمك؟ يا عم تاكل الميكرو؟ ياما شو اسمك؟ يانا. يانا من وين عم تحكينا؟ ديانا. ديانا ديانا من وين عم تحكينا؟ من اي بلد؟ من اليونان. من اليونان، واو شو حلو من اليونان، حلو اليونان يا ديانا. بدك ترني لنا ترنيمة؟ لا. يلا رني لنا. عايزة اقول لحن. يلا تفضلي. لا ايه نعم بدي اقول لحن. لحن تفضلي تفضلي. آمين 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 بموتك يا رب نباشر وبقيامتك مقدسة وصوتك إلى السماوات نتعارف نسبح نمجد نشكرك يا رب. برافو يا ديانا. ديانا شكرا كثير على اتصالك، بقلك بوسه كبيره. باي ديانا. باي. مهضومة ديانا. عنا بعد اتصال يا مخرج. يلا الو 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 مين معنا؟ جيسيكا. من وين عم تحكينا؟ من سوريا. من سوريا. وقد ايه عمرك يا جيسي؟ 10 سنين. 10 سنين. جيسي شو بتحبي تطلبي طلب خاص من الرب يسوع؟ انه يحمينا الوطن. امين يا حبيبتي، الرب يكون معكم ويقويكم. بتحبي تشاركينا بترنيمه حلوه من عندك؟ ايه تفضلي. دعوا الاولاد ياتون الي عندي لهم بركات لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. رب المجد قال رب المجد قال قال ايه سين واو عين بيحب الاطفال ونحن كمان بنحبه لانه فدانا على الصليب وسفك دمه الظاهر عنا وهو اعز حبيب. برافو يا جيسي. جيسي شكرا على الترنيمه. يلا بدنا نلعب قبل ما يخلص الوقت. انت بدك تختاري ايه او ترنيمه او سؤال يا جيسي. ايه ايه. يلا ركضي كتير كتير منيح تنربح. ايه يا جيسي الحلوه بتقول شو اول كلمه؟ الرب نوري وخلاصي. ثلاث نقط. ممن اخاف؟ الرب حسن حياتي. ممن شو؟ ارتعب او ابتعد؟ ارتعب. اكيد. برافو عليك يا شطوره، كتبت اسمك ونزل بالبوكال وكثير فرحت سمعت صوتك يا جيسي. بوسه كبيره لك يا جيسي. باي. باي.
مريان أنا عملت من أسبوعين أول قربانة. ييي مبروك لألك يا حبيبتي، أنا فرحت كتير لألك. ربي باركك ويعطيك تكوني بتحبيه دايما، وأهم شي علاقتك أنت وياه تحكي معه وتحبيه ويكون هو الأول بحياتك يا جسي، وتقري بكلمته دايما. شكرا، باي جسي. باي باي. تنشوف قد ايه بعد عنا وقت حتى نسحب، ناخد بعد اتصال سكايب نرجع نسحب. يلا خلينا بس بعد في دقيقتين. طيب خلينا ناخد السكايب ونسحب اسم من البوكال. الو 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 هاي. لا ازيك يا مريم؟ ازيك يا مريم؟ انا كويسة، انت ازيك يا حلو؟ شو اسمك؟ اسمك؟ انا هايس. مهضمك اندرو. بدك انزلو، بدك ترنم لنا ترنيمة؟ يلا رنم لنا. تفضل. يلا اصوات رب المجدي رب المجدي انا عليه يحسين موعد بيحب الاطفال يحسين موعد بيحب الاطفال. شكرا لك يا حبيبي، شكرا، انا بحبك وبدي ببوسك واقول لك انه انت كثير مهضوم، وانا هلا بدي اقول لك باي 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 حبيبي. يلا رح اسحب اسم من البوكال لانه عم يخلص الوقت بسرعه، ومنسحب اسم والاسم هو مريم معلوف من عشقوت. برافو لك، بعتينا عنوانك تتربحي معنا الهديه تبعك. بحبكم كثير يا اصحابي، ما تنسوا اهم شيء عملناه بالحلقه هو الصلاه، وهلا رح نصلي مع بعضنا. كتير يا رب يا صعب بدي اشكرك عن جد على القصة الحلوة اللي بتعلمنا اياها عنك، ولانك بتحبنا كتير وبدك ايانا نتعرف عليك اكتر واكتر ونكون دايما عم نحكي معك وبشركة معك يا رب. خلينا انا وبول وكل اصحابنا نعرف قديه الصلاة مهمة يا رب، نحكي معك نخبرك كل شي بيصير معنا، ونعرف انه انت عم تسمعنا دايما وبتحبنا كتير. مثل عادة يا رب بدي صلي لك كل اخواتي بالدول العربية وخصوصا بمصر وبسوريا يا رب، تعطون انت سلام يا رب وقوة تيتحملوا هالظروف الصعبة يا رب، وانت تكون معنا ودايما عم تقوينا. كون معنا كلنا، نرجح أصحابي بامتحاناتهم، عطيهم صحة وبركن هن وعيالهم باسم يسوع آمين. بول مزني أنا كتير مميز. يلا أنا كتير مميز بنظر الرب، هو اللي خلقني بدقة وبحب، يعرف كل أفكاري وكل كلمي علشاني، ناطر غير دربي وافتح له باب القلب. يسوع بيحبني، يسوع عارف اسمي، يسوع غيرني وعرفني درب الحق. أنا كتير مميز بنظر الرب، هو اللي خلقني بدقة وبحب، بيعرف كل أفكاري وكل كلمي علشاني، ناطر غير دربي وافتح له باب القلب. يسوع بيحبني، يسوع عارف اسمي، يسوع غيرني عرفني باب الحق. يسوع يسوع بيحبني، يسوع عارف اسمي، يسوع غيرني عرفني درب الحق. كلنا سوا. أنا كتير مميز بنظر الرب، هو اللي خلقني بدقة وبحب، عارف كل أفكاري وكل كلمي عساني، ناطر غير دربي وافتح له باب القلب. يسوع بيحبني، يسوع عارف اسمي، يسوع غيرني عرفني درب الحق. بتحرقسونا انا انت.